بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أفضل الصلاة والسلام. زبناء أواني عبد البرنوسي، مرحبا بكم مجددا مرة أخرى من قلب المحل للأواني عبد البرنوسي المتواجد بسيد البرنوسي الدار البيضاء من وراء الديبو ديال الطرام مباشرة. كما قلت لكم هذيك المرة وكما غنقول لكم دائما، هاد لادريس اللي تقريبا أغلبية ولا كل المتتبعين ديالنا الأوفياء حفظوها بدون كلل أو ملل. مرحبا بكم معنا مجددا، ونديروا ديك القاعده ديالنا الساعه في الواحد ديال الطقوس ديالنا، طقوس الصلاه المحمديه. اللهم صل على رسول الله. اللايف ديالنا يثبت الحضور ديالو بالصلاه والسلام على حبيب مصطفى. مرحبا ودي الساعه في الواحد، ومرحبا بك انت معنا اليوم. الله يبارك فيك. جمعه مباركه على الجميع. الجميع، وقول لهم التاريخ اخويا باش يعرفوا الناس. مرحبا، اليوم شحال في التاريخ؟ اليوم الجمعه. الجمعه 26 شهر 2 ياك. هذا الفيديو هذا ولا هذا اللايف هذا اللي جبنا اليوم يعني بالسلعه اللي حصريه عندنا في الاثمنه وفي السلعه بعد المرات حصريا غادي يكون عندنا الثمن هذا في هذا الويكاند هذا. مرحبا بك سعد الواحد، شنو اللي جبتي لينا؟ كاين اخويا بانيني مون شيف كما كتشوفوا. مرحبا. شي حاجه ما نعاودوش الهضره. مرحبا. دايره كيديروا لها في محلات اخرين 230 درهم، 180 درهم، 200 درهم، حنا دايرين لها 160 درهم فقط. 160 درهم 3200 ريال. غدا والحد ان شاء الله. الايام الاخرى غيرجع ثمن الاول ان شاء الله بحول الله. 1400 واط كيف ما كتشوفوا مون شيف. اييه هاي 160 درهم 3200 سير الله. اواني عبد البرنوسي باش يعرفوا. اييه 160 درهم سير اخويا. سوبر سوبر جديده عاوتاني. اييه لا سوبر ديال الحريره وديال الصوبه وديال احسن موديل شي حاجه جديده. أيه. ما نعاودوش الهضره اخويا. هذه دايره 170 درهم، 6 زليفات و 6 بايصلاش والمعلقه 3400 ريال. 3400 ريال. عطيني الله يجزيك بخير الجلوبال ديال البياسات باش بنادم يعرف. 6 زائد 6 بايصلاش هي 12 زائد 13 14 زائد 14 بياسه معلقه. سيرفيس ب 14 بياسه. هذا راه الناس اللي يقدروا يستعملوا في رمضان، سواء يقدروا عاوتاني يعطيو غراتوي كادوات بالنسبه للناس ديال العراسات وهذا راه غادي يستعمل. سير اخويا. خويا هذا ديال الكاطو كيسول عليه الناس بزاف اللي شافهم، راه النمره ديالنا تما الكليان اللي كانوا كيسولوا عليهم. ها هما جاوا، مرحبا بكم باللوينات وبالشكيلات باللوينات ديالهم كيف ما وعدناكم غيجيو اللوينات ديالهم. ها هما حضروا. مرحبا. 80 درهم 1600 ريال 1600 الا كان ممكن. اها الله يرحم والديك راك بديت كتحط كبير ديالهم 80 درهم سير الله. زيد اخويا عاوتاني هذه كانت سالات لينا راهي جات عاوتاني. اييه ب 80 درهم عاود رجعات عاوتاني. ها يا خويا 1600 ريال 80 درهم. اييه اييه ها اخويا سير الله اخويا. 87 اللهم بارك السلعه راه تبارك الله راه نعاودوش الهضره اخويا. كاينه كنجيبو شي حاجه تكمل في الوجه. هادشي اللي كاين زوينه نبقاو زوينه. هادشي اللي كاين سير الله اخويا. البراد جديد لا مارك اخويا توجور ايليت. اييه شي حاجه زوينه وتا الزواقه ديالو راه تبارك الله ما شاء الله مشعشعه من عند الهضره. جديده كنجيبوها كنجيبو شي حاجه اخويا. إذا كان ممكن تعطينا لا طاي وعطينا الاثمنه ديالهم لحظه. النمرة 8 اها 1600 12 1700 اييه 16 1800 اييه 90 درهم 20 100 درهم 2000 ريال 2000 ريال سير الله. اجي اخويا مرحبا. فين غنزيد مازال؟ الريشو. فين هو الريشو؟ وريني. الريشو عاوتاني. مرحبا. توجور مع اواني عبد البرنوسي. اييه مرحبا بكم. سير الله. انا اخويا اينوكس. اينوكس شي حاجه راه باينه والثمانات راه غيكونوا السبت والحد باش تعرفوا. مرحبا كما شرنا لهم في الاول. يعني اثمنه حصريه بالنسبه للسبت والحد. بالنسبه للناس هاد الاثمنه خصوصا بالنسبه للناس اللي كيجيو عندنا من على برا، يعني من برا كازا ولا من برا البرنوسي عامه، خاصه ومن على برا كازا عامه. مرحبا بهم جميعا بدون استثناء. 1000 واط. اييه باينه 1000 واط 95 درهم 95 درهم يعني 1900 ريال 1900 بالنسبه اللي كيبغيو الناس الدرهم وبالنسبه للناس اللي كيبغيو الريال. مرحبا سير الله. عاوتاني على التسعود الذهبيه اها 145 درهم 145 درهم 2900 ريال 1900 سامبل 130 درهم 130 درهم 2600 ريال 2600. مرحبا اخويا. السكريات ديالها اها يعني تقدر تمشي اونسومبل هذه اونسومبل. الناس راه ولاو حافظين وحافظين السلعه ديالنا كنجيبوا شي حاجه الصراحه توب دي توب توب دي توب. سير الله خالف تعرف اللي خلات هذيك السيده ياك. سير الله. 110 100 درهم يا ربي 100 درهم 100 درهم ناقص 10 درهم ناقص 10 ماشي 4000 ماشي 4600 100 درهم 2000 ريال 2000 ريال
اييه جبد لي عاوتاني الجديد الفنايق عاوتاني واش ما كيتسنى فنايق راه فنايق ربيعين اخويا اش غنقول لهم ولا ديال العماره عماره اييه هذه خويا دايره 260 درهم هذه 260 درهم 5200 ريال 5200 اللي بغاها بالسينيه ديالها 410 درهم 8200 تبارك الله ما شاء الله راه المهم السينيه بوحدها دايره 3000 ريال 150 درهم 150 درهم 3000 ريال وبالنسبة للصدى والمسائل نسعد الواحد الصدى الناس يحافظوا على رويال مهم كتبغي العناية أي حاجة كتبغي العناية راه تاخذها ب 3000 درهم ما كانش عناية راك تغاتل واحد مرحبا إذا كان ممكن نسعد الواحد وحنا كنديروا هذا اللايف هذا نقراو شوية ديال لي كومونتير عاوتاني كما عودنا الناس ديالنا سير أخويا واخا الوقت يداهمنا ماشي مشكل داكشي حنا راه واخا سيدي قالت لك هنا زهرة الأمل خويا ذاك الريشو اللي فيه جوج ديال الريوس واش ديال برا إيتيمات إيتيمات راه باينة راه ماركة الصراحة اللهم بارك سير الله زيد اللي عنده مازال شي تساؤل ولا شي حاجه اخرى مرحبا به حاول تصيفط النمره ديالك اخويا الاخ ولا الاخت كريمو حنا راه النمره ديالنا كاينه في لاباج وغادي نعاود نعطيوها لكم مازال فراه كاينه دابا عاوتاني في هذا الوقت ديال اللايف الا خاصتكم شي حاجه اتصلوا بنا وحنا ديك الساعات نشوفوا شنو اللي كاين الصماد عطيني المقله على جوج وجوه الصماد زيدنا اخويا عبد الصمد عطيني المقله ديال جوج وجوه رشد لي اخويا هذه مرحبا البروموسيون ديال الزعزع ياك عاوتاني ها هي كيف ما كتشوفوا اليوم فرسكنا على قلبها مولات الايس كراش هذه ماشي العاديه الا كان ممكن شحال يدك عفاك هز 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 ماشي مشكل هي مولات الايس كراش هذه باش كعرفوا الناس 180 درهم 180 درهم 3600 ريال طحانة العطريه وطحانة العصير اييه 180 درهم 180 درهم 3600 ريال 180 درهم هي 180 درهم نفس الخدمه نفس الميكانيزم نفس العبار نفس لا ماتير ياك السلام سير اخويا طرطق الباروت انا خويا عاوتاني سير اخويا نفس الخدمه كاس اينوكس الجديد عنده عبدو البرنوسي اييه 200 درهم 200 درهم 200 درهم الثمن ديال السبت والحد ماشي 230 ماشي 5200 ريال شحال اخويا عبد الواحد 200 درهم 4000 ريال مرحبا بكم جميعا اللي جا وسول على هذه راه غادي يسول على هذه الايليت ديال الاينوكس راه متواجده راه هي كاينه على الباب اللي غادي يدخل غتلقاها على الباب مرحبا اخويا اش كتخربق عليا تما عاوتاني وريني زيد اخويا زيد مقله جديده كيف ما كتشوفوا اييه جديده مرحبا ورينا اخويا من الله النمرة 36 36 راه الجوان ديالها راه فيها كلشي جميع معايير السلامة ما كتقشر ما والو راه شي حاجة كرانيت 190 درهم وهذه هي اللي ناضت على الضجة الضجة ديال بصح قلت لي اخويا على الامبالاج ديالها مرحبا مرحبا اخويا راه مولات 700 درهم مولات 800 درهم مولات 600 درهم هذه اللي كيسول عليها كيقول لك كيفاش درتوا لها حنا راه حاولنا ما امكن اننا ندويو مع الناس ديالها وحضرنا لكم الثمن اللي بطاطا برطن غير اللي ما بغاش هذه تكون عنده في الدار وصافي ياك السي عبد الواحد هاي اخويا مرحبا اخويا هاك السي عبد الصمد سير على هاك عبد الصمد زيد اخويا وريني شي حاجه اخرى مازال الله يجازيك بخير خويا كمل لي المونيكسات مرحبا 150 درهم سوبر كالور اييه لانديش سوبر كالور هذه راه فيها حتى الطحانة ديال العطريه كلشي كلشي مرحبا كلشي في الطحانة ديال العطريه بلاندوتش اخويا بشحال بلاندوتش 130 2600 ريال 90 درهم 1800 ريال 1800 بلاندوتش عاوتاني بلاندوتش عاوتاني 140 درهم 2800 ريال جينيرال كاس انكاسابل اييه شي حاجه 180 درهم 180 درهم سير على الله خويا حنا راه كنجيبو شي حاجه زوينه تبارك الله ما شاء الله راه كل حاجه دم على خد هادشي اللي كاين نبيعو الناس ويجيو عندنا ويشكرونا ماشي يجيو عندنا خويا داكشي اللي كاين حنا بغينا الدوام حنا بغينا الدوام ما بغيناش نضرب وهرب خويا ها هي عصرت ليمون اييه هادي راه تبارك الله ما شاء الله الناس راه شنقول لك سالات لينا ما غنقولوش صدعونا ولكن غنقولوا طلبونا باش نجيبوها ليهم وحنا عاود حضرناها لكم ها هي حصريا عند اواني عبد البرنوسي 140 درهم 2800 ريال الحصري في الثمن والحصري حتى في السلعه ياك سي عبد الواحد اكد لي المعلومه الله يجازيك بخير مرحبا اخويا الصراجه جاي هاي ارى لي الجديد عاوتاني فيسبوك الواتساب انستغرام اييه كلشي 50 درهم 4 هذا كان كيستعملوا الناس بزاف ديال صحاب كويزين امريكا ولكن دابا راه ولا كلشي كيتستعملوا اللي عنده امريكا واللي ما عندوش امريكا كلشي يخدم به كلشي وزعما الصراحه وتا الثمن تا الثمن نيت بالنسبه للناس دراوش ولا اللي عندهم الله يسهل علينا وعليهم هذا ما كان سير على الله خويا العطريه دوطاج مرحبا 90 درهم 90 درهم 1800 ريال هذه ديال الكرايريسات
الدراري 80 درهم 16 ريال مرحبا 80 درهم 80 درهم 16 ريال 6 الحبات 6 البياسات استار على الله قد اخويا قد اخويا عفاك الله جيب لي داكشي اللي جا جديد قد سعب الواحد زيد اخويا زيد مرحبا شنو اللي مازال كاين اخر مازال المقالي ديال الكراني المقالي وحتى الليمون تما الناس راه سولونا عليهم في البريفي بزاف كيقول لك اودي واش باقيين ولا ما باقينش راه باقيين متواجدين 80 درهم على السبعه تاير 80 درهم 16 100 16 مرحبا بحال بحال ليمون ديال البارد والسخون 16 100 اييه مرحبا في اللوينات والشكيلات لا اللي فيها الموديلات اللي فيها العادي 80 درهم كلشي 80 درهم الناس كيسولونا قالت لك واحد منى كريم واحد السيده منى كريم قالت لك واش كديروا الارسال اكد لي اخويا المعلومه كاين ارسال داخل كازا وخارج كازا مرحبا الناس راه صيفطنا لهم السلعه خارج كازا حتى لطنطان فين وصلتهم السلعه حتى للداخل من طنجه حتى للقويره يعني من مشرق المغرب مرحبا طنطني خويا طنطني زيد اخويا زيد الله مبارك السلعه الجديده فورنو ديال الربعه تحيه خاصه تحيه شكر وتقدير لسعد الصمد اللي كيجيب لنا السلعه من ما كانت كيحاول يحضرها لنا ياك سعد الصمد كنشكروك نيابه على الله يحفظك ليا بارك الله فيك سير الله انا خويا مرحبا طابل اينوكس باش عارفوا الشكل كامل باش الناس ها هو اينوكس اللي بغى يدير الناس المهم اينوكس ايتيمات ها هذه راه زوينه هذه صراحه وحتى الكاليتي ديالها راه ما عرفتش واش كتبان مزيان ولا لا غنحاول نشدها بحال هكا هي باش تبان مزيانه زاويه افضل يلا دخلنا جديد هذا 320 درهم ماشي 9000 ريال ماشي 8200 شحال اخويا عبد الواحد 6200 ريال سير الله خرجوك برا وي خرجوك برا راه في اللوينات ديالو عندنا في الكري عندنا في هذا المارو هذا وكاين عندنا حتى في هذا النوار راه كلهم متوفرين يعني سارعوا قبل انا في هذا المخزون تركي مرحبا اي ماتش ميد ان تركي ماد ان تركي اييه مشيت من هنا اسمح لي طيحني اخويا سير اخويا سير الله زيدني اخويا جيب لي الاخر اخويا عطاه للسيده بصحتها وراحتها تستاهلوا يعني باقي يلاه تحل هو يطير في البلاصه سير الله انا اخويا عاوتاني زيد الجديد 60 درهم 1200 ريال العبارة اخويا عبد الواحد الله يجازيك بخير اي اخويا العبار ديالها اترو اييه اترو 300 راه كتحتفظ على البارد وعلى السخون ها هي علامه الجوده ديالها راه مطبوعه هنا على البارد وعلى السخون مرحبا زيدنا سي عبد الواحد عافاك ما نضيعوش شويه الوقت الله يجازيك بخير خويا وريني هذا السي الجرانيت عاوتاني توجور مع الجرانيت هذا اللايف كيبان لي حصري بالجرانيت ياك سي عبد الواحد الجرانيت واللي شاف اللايف ديالنا بارطاجي مع الناس اللي عزاز عليه وكلشي اصدقاء ديالو وكلشي باش هكا الناس يقدروا يستافدوا وحنا الشعار ديالنا الوحيد والاوحد هو لا للاحتكار حنا الهدف ديالنا الاسمى هو الاوسم نقدروا نسميوه الاوسم نيش هو اننا نتهلاو في الناس جميعا كما حتى الناس هما كيتهلاو فينا بالبارطاج كما غادي تبارطاجيو مع الحباب ديالكم وهذا على قول الله اكبر سير اخويا عبد الواحد المهم المقله الشوايه مولات الايد اللي كتجمع 110 درهم كبيره 110 درهم 2200 ريال 95 درهم اييه خويا دور لي البلاطوات زوينين مرحبا ان شاء الله 200 درهم جوج بلاطوات 200 درهم اييه 4000 ريال هادو راه 4000 ريال 4400 ناقصنا منهم ياك سعد الواحد والله يجزيك بخير حاول ما يمكن انك تبقى تقول بحال هاد الاثمنه كنا دايرين 4400 دابا راه 200 درهم باش الناس هما يعرفوا خويا البراد ثقيل هذا راه الصراحه شي حاجه واعره بونوم نقولوا بلاكتو على الظهر راه باينه ماشي المهم 170 درهم اطرون 600 مللتر ب 140 درهم 2800 ريال 3400 ريال ذكرني اخويا بالثمنات ديال الكسرونات ديال الكرانيت والعاديين البروميان اييه 360 درهم 7200 ريال بروميان تقال شي حاجه كاليتي هادو تما زوينين أيه. المهم ماشي بحال هادو هادو 5600 درهم 5600 درهم هاد جوجات اييه سعر كاينين ثلاثة 280 درهم عاوتاني رفيقة كبيرة وموين وصغيرة اه كاليتي ديال هادو 280 درهم راه باينين تبارك الله راه حتى من القبضة ديالهم راه كتبان كيفاش الكاليتي دايرة سير اخويا اجي اخويا رجعوا لي معاك ثاني
مرحبا مع اللوينات وشكيلات الموديناس. هذا مولات الثلاثه. واحد السيده سولتني على الجوج صعب الواحد جوج. واش ديال الجوج متوفر عندنا ولا لا؟ جيب لي يلا جيب لي بني ثلاثه طباخ ثلاثه العيون. اييه ماجوليك توجور ايتيمات. اييه عارفوا الناس احسن ايتيمات ديال تركيا راه ماشي ديك العاديه تركي. ماشي ديك اللي كتصوف في الكراجات هنا ولا شي حاجه. شي حاجه غارانتي انا خويا. هذا ما كان قطع الميك وقطع البلو ما كنقولوش قطع كنقولوا طرطق البارود كما حفظوا الناس كاملين. سير على الله خويا زيد اخويا زيد انا خويا مرحبا. شو راه باقي ليك شو خويا؟ اييه راه بالكارانتي ديالو بكلشي ليه. حنا راه حليناهم لكم على المباشر باش بنادم يعرف شنو كاين. اه باش يعرف بنادم شنو كاين. صح الناس راه كيعرفوا شنو اللي كاين. 20 درهم 4400 ريال. سير الله السبت والحد فقط باش يعرفوا الناس. للاشاره كما شار لكم سعد الواحد هذا اللايف كما قلت لكم راه درناه على قبل السلعه اللي غادي تكون عندنا متواجده في السبت والحد. هي غتكون متواجده على طول الايام ان شاء الله. غير الثمن اللي غيكون على السبت والحد ان شاء الله بحول الله. عاوتاني مول جوج عيون ها هو. اييه دور لي اخويا عافاك. ها هو خويا. اييه كيبان لي هذا قرع ما عنده لا شبكه لا غطا لا والو. لا هكاك اخويا هكا. انا راه عرفت كاين ولكن خاص باش توري لي الناس باش كلشي يعرف. مرحبا. هذا شحال السعر صمد؟ 150 درهم. لا خلع على مسكين ياك سير على الله. اللي عنده بوطه ديال 10 دراهم غيدير دابا هذا فابور بلاص ما كان كياخذ ب 4200 4600 ريال ها هو جبنا لكم غير ب 3000 ريال. وتوجور لا مارك إيليت يعني راه معروفه حتى هي وديال تركيا ماشي شي حاجه ديال الكراجات كما كنقول لكم. والكراتي راكم شفتوا على عينيكم. سير اخويا. انا خويا مقيسات مول هذا اللي كيشعل بالضو ياك. الناس كيشعل هنا بالضو. اييه كيشعل فيه هنا العافيه. اييه ماشي كتشعل فيه العافيه غير كيشعل الضوء على اساس انه طاب. المهم هذا ب 130 درهم. 130 درهم وراه فيه حتى الخاصية ديال الصفار راه كيصفرنيش. راه كيصفرك ويوزوز وكلشي. سير الله. 130 درهم 2600 ريال 2600 ريال. الجرانيت 110 درهم 110 درهم يعني ناقص 20 درهم ناقص 20 درهم. مرحبا. مهم خويا اجي كمل لي الدرانيت. مرحبا ودي سعد الواحد مرحبا. انا خويا على ثلاثه. اييه داير مكتوب المرفع داير العادي 130 درهم جوج. 130 درهم 2600 ريال 2600 كان 150 درهم 170 درهم. هذا شحال بعنا في الاول ياك سعد الواحد؟ 180 درهم. ولكن حيت نقص علينا في السوق 60 درهم لواحد. ولكن حيت نقص علينا في السوق راه حنا كما وعدنا الزبناء ديالنا وكما كنا كما عودناهم وكما وعدناهم ان السلعه الا تزادت في السوق راه الغالب الله ما تزادتش راه حنا كنقصوا فيها. هذا ما كان على الاشاره وصافي. هذا ما كان انا خويا اكور جرانيت الثمن ديالهم 6.8 26 في القاعده و 6.8 في الطلعه. سير على الله. خويا 60 درهم 1200 ريال. المهم بحال المربع بحال القلب باش ما نطولوش عليكم. اييه ان شاء الله. كاين طويل كاين دار كلشي. هادو كلهم مالهم سعد الواحد؟ كلهم ب 60 درهم 1200 ريال وبارد وسخونه مولاي يعقوب ياك. تستعمل في الكلاص وتستعمل في الحلوه ديال السخونيه. سير على الله. انا خويا هاد السيريز بوينت هو اييه ثلاثه القوامل وماقله ديالو. هذا راه كاين اللي الناس جاو داو منه الكراتويات الكادوات نيت كاك ديما كنبقى نقول لهم كراتويات. كاين الناس اللي داو منهم الكادوات بجوج باكيات بثلاثه الباكيات ياك اخويا وما رجعوهمش في الندامه. صراحه الثمن والجوده كنقلبوا حنا دائما كنحاولوا نقلبوا على ذاك الرابور ديال كاليتي بري يعني الثمن المناسب والجوده المناسبه. مرحبا. سير اخويا. خويا هذا ب 600 درهم 600 درهم 12000 ريال 12000. سير على الله. خويا عطاني نيت شويه. مرحبا. الناس يشوفوها حيتاش مطلوبه بزاف. سير اخويا. هاي اخويا نقرب حداها شي شويه باش تبان. نيكسيس اوريجينال 1800 وات جرانيت. هاي كتولي طابله باش يعرفوها جرانيت ب 350 درهم 7000 ريال 7000 ريال. كاينه هادي كاينه هادي ب 330 حتى هي بحالها شويه هي ماشي جرانيت عاديه. عاديه باش يعرفوا ولا مارك سيرفين كريست راه ديال المانيا ماشي حاجه اللي عاديه. مهم شي حاجه بانيني ساندويتش ميكر راه ماشي حاجه عاديه. سير اخويا مرحبا. خويا بونجور. المهم الثمن الثمن هذا عصام الثمن الجديد ديالو 150 درهم 3000 ريال 80 درهم 3000 ريال. مرحبا. سبت الحد ان شاء الله. مرحبا بكم جميعا. سير على الله. ميكسور طويل جيبوا لي باش يشوفوا الناس سوا. مرحبا اخويا.
خويا البرارد الليمون عصاره الليمون دوزناها بالنسبه للناس اللي كيسولون على وجبته ولا لا. ها هي راه متواجده هنا امامكم يعني وبكثره يعني هذه المره ان شاء الله كنتمنوا انها ما غاديش تقاضى واخا درنا فيها ثمن زوين ولكن ان شاء الله الستوك موجود يعني السلعه ما غاديش تخسر ان شاء الله بحول الله. سير الله نبداو بالبرارد بين ما جابنا سعد الصمد داك الاخر ان شاء الله. سير الله خويا الكبير 120 موين 110 الصغير 100 درهم 100 درهم راه ناقص 10 درهم 10 درهم 10 درهم بيناتهم باش تعرف اللي بغى ياخذ سيرفيس راه غتقام عليه رخيصه داكشي اللي كاين. اييه خويا هاد البرداد زوين حتى هو صار خاصو يبان خاصو ياخذ حقه كما خذ حقه في البيع. هذا 70 80 90 100 70 80 90 100 14100 ريال 16100 ريال 18100 ريال راه الكبير ديالو رخيص زعما صراحه جميله عاوتاني. هذا خويا راه متواجد هي بالعبارات ديالها كاملين وكتباع بزاف 30 سنتيم. المهم الكبيره هذه 30 130 درهم 28 لي طايلي عندنا هما اللي غنقول لكم الثمن ديالهم 130 درهم 28 120 26 110 درهم. مرحبا ثلاث العبارات الا كان ممكن نستعبد واحد ولا جات على خاطرك تقدر تحلها باش تبان. ها هكاك الله يرحم الوالدين باش نوريهم راه التجليجه ديالها كيفاش دايره من الداخل ماشي شي حاجه عاديه. تيتانيك الماركه ديال الباطور ها معروفه لا في القوامل لا في الكسرونات ولا في البرامي ولا في كل شيء. ياك سي عبد الواحد مرحبا سي عبد الصمد جاب لنا الميكسور نشوفه ان شاء الله تعالى الى كتاب مرحبا مرحبا. المهم في جميع الالوان ديالو وريهم لي الله يحفظك ابيض اها نوار اييه 100 درهم وشحال من واط اللي فيها؟ ها هو خويا لي واط اللي 180 واط والراس ديال لينوكس راه ماشي بلاستيك هذا. سير اخويا هدايا هديا العصاره ديال الليمون اختي هذا راه بريس اورانج وبريس سيترون دايره 140 درهم وكاين عندنا هاد العاديه هذه اللي غير بريس اورانج راه بجوجهم اوتوماتيك وخا تسمعي عاديه راه بجوجهم اوتوماتيك دايره 18 ريال 90 درهم. زيدني اخويا تعطيني شي شويه في البريماج بريماج ان شاء الله تعالى. سير اخويا انا اخويا ليكسيس سيترون اها سيترون 210 درهم 210 درهم 4800 240 اييه 12 280 5600 اييه 14000 16000 و600 500 درهم. سير شنو اللي باقي نسينا هاد المميسات هادو عاود نرجعو 210 درهم اييه 4200 ريال تيتانيك باش يعرفوا الناس واخا خويا اييه. المهم 40 اصغر نمره ب 60 درهم 1200 ريال 1200 ال 50 داير 90 درهم هذا ب 55 100 درهم هذا ب 120 درهم 60 اكبر النمره عندنا ب 120 درهم. مرحبا تاكد لي من الثمن. مرحبا اخويا ورينا هذا ديال الفضه الله يجازيك بخير ديال الفضه ب 140 درهم هذا المطبوع هذا ماشي العادي مطبوع هاك هذا باش العادي كاين عندنا ب 1200 ريال راه هو متواجد على برا اييه. مرحبا تيرموس لي تيرموس لي تيرموس باش يشوفهم الناس لي طرموس اخويا فينا هما الله يجازيك بخير واخا ان شاء الله. ها هي خويا مرحبا طرموس جديده زوينه اللي كيموتوا على الناس هذه وخداو من عندنا بزاف. هذه راه كتحطها في البلاطو عندك راه كتجيك بحال مريح في الخليج انا سولني انا على السعوديه وداك الشيء. سهر على الله. ها هي 120 درهم اللون ديالها 150 درهم الكري والذهبي 150 درهم اييه 3000 ريال 3000 ريال والاخر اخويا 2400 2400 ريال. سهر على الله زيد اخويا زيد اشنو اللي باقي اخر نذكروا الناس بالاثمنه ديال هادو ونذكرهم باللي على المخزون. قول لي اخويا اكد لي المعلومه واش المخزون ديالها مازال موجود اخويا موجود مرحبا. عندنا حنايا تمام اخويا الستوك هادشي الشانطيوات حنا الناس اللي كيجيو عندنا كيعرفوا قلنا ما كنهزوش من الماحل كاين عندنا في الديبو من كنهزو هادشي اللي كاين. سير اخويا على جوج ها هي باش يشوفوها الناس مرحبا. 330 درهم 330 درهم السميد الفراشه ب 290 درهم 290 درهم مرحبا هذه ب 370 كوكوت سيلار وري لي كوكوت سيلار الا كان ممكن عاوتاني نمشي شده من زاويه افضل كما العاده. سير اخويا مقراش ديال الزاج عاد سامع مقراش الزاج جيبو لي عندو عندو سير اخويا انا معاك 3 اطرا 3600 اها 4 اطرا 1200 اها 210 5 240 اييه 240 7 280 درهم 280 درهم يعني 5600 ريال وعندنا 9 ديال 6200 مرحبا 110 درهم. نشوف واحد الكومونتير هنا الله يجازيك بخير بعجاله رجاء الشرطي قالت لك بخي اسبيراتور هي مازال موجوده عندنا اييه الثمن ديالها خويا 380 درهم لاكور اوريجينال
غنقول لك شحال فيها من واط. 1200 واط. 1200 واط. 1200 واط. يعني اسبيراتور اولتيمات هذا، راه ماشي حاجه اللي عاديه، وتخوا اون راه ماشي حاجه عاديه. سير الله زيد اخويا. مرحبا مرحبا الساعه الصامد دائما حاضر معانا. داخل في الانوكس الساعه الصامد ماشي العادي، ماشي الزاج، ماشي قال لك اهل مكه عادي. اهل مكه ادرى بشعابها ياك من الكرطونه غاش بان لك واش هي ولا ماشي هي. خويا احنا اللي عارفين السلعه ولينا خلطه مهدم. سير اخويا سير. هذا اخويا زيد. هذا في الانوكس من التحت. هذا انوكس من التحت. أيه. أيه. كانوا كيسولوا عليه الناس بزاف هذا الصراحه. المهم ما عندناش هذا، عندنا الانوكس 110 درهم. غيكون في الديبو، غيكون في الديبو. يقدر يكون يقدر يكون. المهم هذا 110 درهم باش داخل فيه الانوكس. اييه. اللي ما داخلش فيه الانوكس من هنا داير اللي فيه بلاستيك هنا داير 100 درهم. وهذا خويا؟ 110 درهم، هذا 110. 110 درهم. مرحبا. مرحبا. وهيبة حمدون ختي شمن مولينكس اللي بغيتي نوريهم لك، راه كاين عندنا هادو كاملين، كاين مولات 3600، كاين مولات 2600، كاين مولات 1800 ريال، هذه 2800 ريال، وهذه جنرال سعد واحد جديدة 3600 هذه راه انكاسابل فلاش 110 دراهم 110 دراهم، وهذه راه هي 3600 ريال. غير حددي لينا اللي بغيتي، ها انت راه النمر ديال الواتساب كاين عندك، سكريني يكفي انك تسكريني هذا الميساج ليك ولجميع المتتبعين، يكفي انك تسكريني داك الارتيكل اللي بغيتي وتصيفطيه في الواتساب ونقول لك الثمن ديالو، ولا ما جاوبناكمش حنا غادي نجاوبكم ضروري. الميساج ديالكم كيتقرا واحد واحد، داك الشيء كيتقرا بعنايه. هذا ما كان غير صبروا معنا شي شويه وصافي. خويا الهاشوار ديال بونومي ما تاخذش حقها حتى هي. هذه الصراحه شي حاجه زوينه عندنا موجوده، هذه ب 160 درهم. 160 درهم شحال فيها من موس خويا؟ 160 فيها جوج موس. هذا راه اشوار الكتريك. المهم فيها موس كديمونطا، موس في جوج. مرحبا. واحد في جوج. سير اخويا. كديمونطا. سير الله. الكيسان ديال اللوزه تا هما راه كاينين ديال 1200 ريال، ديال 30 درهم، وكاين عندنا الكيسان ديال 1000 ريال، وكاين الكيسان ديال 1200 ريال، كلشي موجود. زيد اخويا البلاطو ديال الميلامين عاوتاني. ميلامين عاوتاني 50 درهم. ان شاء الله. 50 درهم. المهم تا هو فين؟ اييه. المهم شد لي اخويا على السولد، قال لي راه كاين السولد على برا. ان شاء الله راه مازال متواجد السولد. اييه. هذاك الشيء ديال لا راه السولد كاين على برا وعلى الداخل. اه. غير هادو يعني مالي الاثمنه رخاص شي شويه. والاخرين راه. هما فيهم اثمنه زوينين. المهم مرحبا بالجميع. هاد الترموسات جداد اخويا. لا عليها الله اخويا، مالي عليها ما شاء الله. مقالي ديال وجده. وجده. اييه. راه كتبان تبارك الله براقه لماعه ياك. 80 درهم 1600 ريال. راه مقالي ديال التيتانيك عبد السامات، مقالي ديال التيتانيك. سير اخويا. 40 90 درهم 1800 ريال. باينه باينه راه من الزيت كتبان. اه وعاوتاني من الضربه راه 30 ب 80 درهم 40 90 درهم. اييه. هاد الترموسات هادو تا مرة تبارك الله ما شاء الله عندهم 40 درهم. 40 درهم؟ اه 40 درهم بياسة. اه البياسة هاكا. سير الله. انا خويا. مرحبا. 36 ب 1000 ريال. اييه. 40 ب 60 درهم. مرحبا. انا خويا وجده. اه تا مرة تقال زعما صراحة. رقم واحد. واحد. اه. رقم واحد من وجده. 40. اييه. سير الله. سي عبد الواحد كاين عندنا الزلايف، شي ناس كيسولوني على الزلايف، الثمن ديالهم الله يجازيك بخير. بياسة كاينة. بياسة شحال الثمن ديالها؟ راه خزناه هنا اللور 100 ريال، ما عليهاش راه باينة الزلافة كيفاش. كاينة. مرحبا. دابا غنجبدها خويا. مرحبا خويا مرحبا. راه عندي مخزون هنا اللور. غنجبد ليه ما نجيو. صافي إن شاء الله. أييه. المهم 70 تيتانيك 70 24 75 أها 80 راه العبار دايما كيبان لكم تما. أه 80 أها 85 درهم. مرحبا. وراه كل وحده وحده مع الكراتي ديالها، ما تنساوش الكراتي ديالكم العيالات والرجاله انتما. مرحبا بكم جميعا. نعاودو نذكركم باللوكاليزاسيون ديالنا، سيدي البرنوسي من ورا الديبو ديال الطرام مباشره، اللي جا سيدي البرنوسي من ورا السينما ولا في السينما نيت يكفي يسول على المحل ديال اواني عبد البرنوسي، راه معروف الحمد لله وتبارك الله، يعني اي واحد غادي تسولوه غايجيبكم حتى المحل، ما تخافوش ان شاء الله ما تلفوا على والو. الكليان ديال الناس اللي مرحبا. اييه. هادو شحال قلت لي الثمن ديالهم؟ 100 ريال. 100 ريال. عز اللي وروني 100 ريال، ما عجبكش خاوني 100 ريال. ولا حصلت تخاوني شحال؟ شحال تخلص عند الواحد اللي قدامه ولا من وراه؟ سير على الله. سير على الله.
خويا هادشي اللي داك راه على الجمعه خويا. مرحبا. وبهذا كنضرب لكم موعد مع لايف جديد ان شاء الله بمفاجات جديده اللي غادي يكون في عاوتاني كل ما يرضيكم. كنتمنى اننا نكونوا خفيفين الظل عليكم ياك سي عبد الواحد. كنتمنوا اليوم جمعه مباركه ونهايه اسبوع موفقه ان شاء الله. تخويو فيها شويه من ستريس والضغط ديال الخدمه بالنسبه للناس اللي خدامين بالنسبه للعيالات اللي في ديورهم. الله يجازيهم بخير على داك المجهودات اللي كيقوموا بها. واستودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.